الإمارات تجلي العالقين في هوبي الصينية. إصابة كورونا عالمياً تتخطى 93 ألف حالة. حزب ألماني يطالب بحصار الإخوان في الجامعات. روسيا تكشف عن استخدام إرهابي سوريا للأسلحة الكيميائية. وجو بايدن يخلط بين أخته وزوجته. في مبادرة إنسانية ليست بجديدة على أهل الإمارات الكرام، أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إجلاء العالقين من رعاية دول عربية وأجنبية من مقاطعة هوبي الصينية، وهي بؤرة انتشار فيروس كورونا. وأكد بن زايد أن هؤلاء الرعاية سيحظون بالرعاية الشاملة في الإمارات قبل عودتهم إلى بلدانهم، موجها الشكر للحكومة الصينية على تعاونها، وموجها الشكر للمتطوعين الإماراتيين الذين نفذوا تلك المهمة. تطور جديد تشهده أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم، حيث تخطى عدد الوفيات نتيجة الفيروس المستجد 3200 حالة على مستوى العالم، فيما بلغت الإصابات عالميا نحو 93500 حالة. وتأتي الأغلبية العظمى لتلك الحالات في الصين التي ارتفع عدد الوفيات بها إلى 2984 حالة، والمصابين إلى 80422 إصابة. مطاردات الإخوان ما زالت مستمرة بدول العالم كافة بفضل أعمالهم الإجرامية، حيث قدم حزب البديل لأجل ألمانيا طلب إحاطة عاجلة للحكومة أمام البرلمان بشأن اختراق تنظيم الإخوان الإرهابي ومنظمات يحركها النظام التركي للجامعات بألمانيا. أوضح الحزب أنه في عام 2015 مددت وزارة التعليم خطة تمويل لعدد جامعات أو لعدة جامعات تابعة لمراكز اللاهوت الإسلامي لمدة 5 سنوات تنتهي العام الجاري، والتي بلغ حجم تمويلها 44 مليون يورو. ما زالت تواصل تركيا اعتداءها السافر على الأراضي السورية، ولكن الجيش السوري ما زال يواصل كذلك نضاله ضد أنقرة والفصائل الداعمة لها. أما روسيا فمرارا أكدت دعم تركيا للتنظيمات الإرهابية في سوريا، وكشفت في تطور مهم أن مسلحين سوريين كانوا يستعدون لاستخدام أسلحة كيميائية في بلدة سراقب، لكنهم أصابوا أنفسهم أثناء التعامل مع هذه المواد. في الولايات المتحدة الأمريكية، حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزا كبيرا في انتخابات الحزب التمهيدي في ولاية تكساس وفيرجينيا وكارولينا الشمالية. في لقطة طريفة وأثناء احتفاله مع الجماهير بهذا الفوز، ارتكب بايدن خطأ جسيما حين أشار لزوجته وعرفها على أنها أخته، ثم أشار لأخته وعرفها على أنها زوجته قبل أن يدرك فعلته ويصحح الأسماء. يبدو أن فرحته الغامرة ذهبت بعقله، فنطلب له الرأفة والغفران. تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.